ديسمبر عام 1948 شهد العالم ما وصف بحدث تاريخي، إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 30 مادة تمحورت حول سبل ضمان كرامة الإنسان وأمنه وحريته. معكم في سلسلة حلقات من حقي نرصد واقع هذه الحقوق بعد نحو 70 عاما من إقرارها، وكيف أن الملايين بل عشرات وربما مئات الملايين لا يعرفون منها إلا حق التنفس. حلقتنا لهذا الأسبوع بالغة الأهمية، لأنها بزمن كورونا وبزمن بدء التطعيم باللقاحات، الأسئلة الآن موحدة عند كل الشعوب وأجوبتها معقدة، فالمسألة مسألة حياة أو موت. هناك عشرات اللقاحات ضد كورونا، ودول عدة بدأت فعليا بالتطعيم، ودول أخرى ما زالت تنتظر دورها، والشعوب في حيرة من أمرها بين متخوف ومطمئن، وبين غني يستطيع الحصول على لقاح وفقير ينتظر الدور. لذلك كان عنوان حلقتنا لهذا اليوم الحق في اللقاح. كورونا، بين الحق في أخذ اللقاح والحق في معرفة طبيعته وآثاره ومدى نجاعته. تزداد أعداد الإصابات والوفيات بوباء كورونا يوميا على مستوى العالم بشكل متسارع، ولا سيما في ظل ظهور سلالات جديدة من الفيروس، ما أدخل عددا من الدول في مرحلة حرجة بعد خروج الوضع فيها عن السيطرة. ومع السباق العالمي للدول وشركات الأدوية العملاقة لإنتاج لقاحات ضد كورونا، وقيام عدد من الدول ولا سيما الدول الغنية بحملات تطعيم واسعة لمواطنيها، توقعت منظمة الصحة العالمية أن ترسل أولى شحنات اللقاحات إلى الدول الفقيرة في الربع الأول من العام القادم. هذا ويكفل القانون الدولي لحقوق الإنسان لكل شخص الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، ويلزم الدول باتخاذ تدابير لمنع تهديد الصحة العامة وتقديم الرعاية الطبية لمن يحتاج إليها، وكذلك اتخاذ التدابير الفعالة للوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها. نفتح النقاش حول موضوع حلقتنا لليوم ونرحب بضيوف هذه الحلقة، بداية من بيروت برئيس هيئة الصحة وحق الكرامة الدكتور إسماعيل سكرية، وأيضا عبر سكايب من ستوكهولم الدكتور إحسان عادل نائب رئيس منظمة فيستو الدولية لحقوق والتنمية. أهلا ومرحبا بكما ضيفان الكريمان. نبدأ معك من بيروت دكتور إسماعيل. منذ البداية والناس في حالة تشكيك من صحة وجود فيروس كورونا في الأصل، ودار الحديث أيضا حول نظريات المؤامرة، ما الذي جعل الناس تتجه لهذا التفكير بداية؟ الذي جعل الناس تشك، يعني لا أحد يستطيع أن يشك بوجود الفيروس، الفيروس موجود، الفيروس موجود، ولكن الشك بأنه مصنع. أنا من أنصار الشك بأنه مصنع لأهداف اقتصادية واستراتيجية وبيولوجية وإلى آخره، وليس لأهداف تخدم الإنسانية أصلا، كانت أصلا يعني الطريقة اللي بسرعة انتشر فيها عالميا، الطريقة الاستنفار الإعلامي الكتير كتير
غير منطقي وغير موضوعي. الطريقة اللي بسرعة أنتج فيها اللقاح خلال 4-5 شهور، الطريقة اللي عم يتم فيها الترهيب والتخويف، إذا ما بتاخد لقاح ما بيعود فيك تتحرك وتسافر وترجع وتجي، كل هذا الكلام يرفع درجات الشك من أنه الموضوع ليس بريء منذ البداية. طيب ننتقل إلى الدكتور إحسان. دكتور إحسان، يعني دكتور سكري تحدث على أنه من أنصار أن هذا الفيروس هو فيروس مخلق لأهداف تعلمها بعض الدول طبعا، وأهداف ربحية لبعض الشركات. أليس من حق الشعوب وحق المواطنين معرفة كل التفاصيل فيما يتعلق بهذا اللقاح، ويتعلق عفوا بداية بالفيروس ثم باللقاح، وخصوصا أن هنالك تباينا بين دول غنية وفقيرة؟ نعم، بداية تحية لك ولضيفك ولجميع المشاهدين. هذا أكيد، هناك يعني نص واضح في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يتحدث عن الحق في الصحة، وضمن هذا الحق في الصحة يتحدث أو هذه المادة تتحدث عن ما يتعلق بالتعامل، تعامل الدول مع مكافحة الأمراض الوبائية وعلاجها. وبالتالي وضمن هذا الحق وضمن تعليق اللجنة المختصة بتفسير هذا الحق، قالت بأن هذا يشمل الثقافة، التثقيف الصحي، هذا مسألة مهمة جدا في مكافحة الوباء. ضمن هذا التثقيف الصحي بالتأكيد اللقاح، ما هو اللقاح، ما هي تأثيراته السلبية، ما هي تأثيراته الإيجابية، بل أكثر من ذلك هناك مسؤولية على الدول حتى في اختيار نوعية اللقاح. ليس أي لقاح يطرح في الأسواق يمكن للدولة أن تتعامل معه، هناك التزام أيضا على الدولة في أن تتأكد من أن هذا اللقاح هو مناسب، وأن الأعراض الجانبية أو التي قد تكون أو قد تظهر من هذا اللقاح لن تؤثر بشكل سلبي بالنسبة لشعبها، وأن يكون هناك وضوح فيما يتعلق بأي آثار جانبية أو آثار سلبية فيما يتعلق بهذا اللقاح. هذه مسؤولية الآن حتى أصبحت ضمن جائحة كورونا، وضمن أيضا حتى أحداث سابقة حصلت ولكن ليس على مستوى عالمي وإنما على مستوى دول. هناك أصبح ما يشبه بالعرف في التعامل مع هذا الالتزام، خصوصا أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والذي نتكلم عنه الآن، هناك أكثر من 170 دولة تقريبا في العالم موقعة على هذا العهد، بما يعني أن القواعد الموجودة في هذا العهد أصبحت أشبه بأعراف ملزمة لكل الدول. نعم، ابقوا معنا ضيوفنا الأكارم، ونذهب الآن لنتابع هذا التقرير. ومع بدء انتشار وباء كورونا ثارت العديد من المخاوف بشأن حقيقة هذا الفيروس، ومن بعدها استمرت تلك التخوفات حيال جدية اللقاحات المكتشفة في مواجهته، حيث شكك العديد من المواطنين والأطباء في سرعة اختبار اللقاحات والموافقة عليها، ما دفع البعض للإحجام عن تلقي الجرعة. واعتمدت الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي لقاح فايزر بيونتك لمواطنيها، فيما أكدت مجموعة سترانزينكا البريطانية أنها وجدت المعادلة الرابحة للقاحها ضد كورونا الذي طورته بالشراكة مع جامعة أكسفورد، في حين اعتمدت عدد من الدول ومنها دول عربية اعتماد اللقاح الصيني سينوفاك أو اعتماد أكثر من لقاح. نتابع. من الخوف بسبب كورونا إلى الخوف من لقاحاتها بدأت رحلة رعب كتب على البشرية معايشتها وخوضها، وما بين الخوفين كان تشكك الناس في أنظمة بلدانها الصحية هو العامل المشترك بين الخوفين. فبعد لمحة من زمن ظهر في مدينة ووهان الصينية وباء كورونا قبل أكثر من عام، راح من بعدها الفيروس يجوب الأرض طولا وعرضا دون رادع أو مانع، ومع انتشاره شكك الناس بدءا في حقيقة وجوده، وباكتشافات لقاحات لمواجهته زادت مخاوف الناس مما حدث ولا يزال في رحلتهم مع الجائحة. خوف عززه تحصين الولايات المتحدة وبريطانيا شركتي فايزر وموديرنا من المسؤولية القانونية عن أي آثار جانبية للقاحاتهما في خطوة مثيرة للريبة لأي شخص يفكر في تناول اللقاح، خاصة بعد الأعراض التي ظهرت على مشاركين في التجارب السريرية للقاح فايزر من إعياء وصداع وقشعريرة وألام في المفاصل وحمى.
وخلال عام كامل تعرضت البشرية فيه لأنباء تغيرت كل دقيقة، بقي فيها العالم خاضعا لأكبر عمليات بث لأخبار ومعلومات يضرب بعضها بعضا حول الوباء ولقاحاته، وآخر ذلك ما أقر به المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في غرب المحيط الهادئ بأن اللقاحات لن توقف فيروس كورونا، لا الآن ولا مستقبلا. حاضر ومستقبل بات فيه العالم متفرجا على ضحايا الفيروس، تنتقل إليهم العدوى فيتساقطون مرضى وموتى دون قدرة على معرفة كاملة لهذا الخصم الغامض الذي جدد من طفراته البينية منتجا من نفسه أكثر من سلالة حتى الآن، وأكثر سرعة في الانتشار من سابقتها، وهو ما يجب على شركات الأدوية تحديث لقاحاتها بانتظام حتى تكون قادرة على مواجهة تحورات الفيروس تلك. ما يعني أن البشرية ستكون لفترة ليست بالقليلة رهنا لتجارب واختبارات حتى تحين لحظة تتضاءل فيها خطورة رحلة كورونا التي بدأت بشكوك في جديتها ولم تنتهي حتى الآن بسبب مخاوف عزاها البعض لرغبات شركات الأدوية في تحقيق مكاسب من داء خلق لصنع دواء يبتاعه الناس ويكون الرابح من ورائه تلك الشركات. أيمن جاد، TRT عربي. دكتور إسماعيل سكرية، ألمانيا وروسيا والصين وبريطانيا وأمريكا كلها دول أنتجت اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا، ما هو الفرق في التقنيات المستخدمة في اللقاحات المختلفة وما هو الأفضل؟ قبل التقنيات بحب أكد كلام الأخ أيمن اللي تكلم اسمه يعني سياسة الأرباح الخيالية لشركات الأدوية. إنفلونزا الطيور توفى بالعالم 450 فقط، حصد دواء التاميفلو 9 مليار دولار، 450 بيموتوا بعبارة بالنيل أو بأبحاث السير الآخري، 800 توفوا بالسارس، حصد 50 مليار دولار. مش هنسى إنفلونزا الخنازير تبين آنذاك أنه مصنع تصنيع وكله، ما صار مثل ما حكى الرئيس أوباما حيموت 20% إلى آخر. المهم طيب كل هذا ليش عم بذكره؟ هو خلفية شكوكي وحذري دائما أنا بهذا الموضوع. هلأ تقنيا وما تقنيا، هلأ هذه صار فيه أكيد صراع شركات عملاقة قوية. تقنيا شركة فايزر يعني اعتمدت أسلوب التقنية جديدة بأنه تركب مرسال مسج mRNA اسمه مرسال مع اللقاح، بفوت هذا على الجسم، هذا ببلغ بفوت على الRNA تبعنا بالجسم، بيحرك له البروتين تبعه، بصير الجسم عم يقاتل البروتين تبعه، هذا يعني يتمرن عليه ويقاتل البروتين، وبعدين لازم ياخذ جرعتين، جرعة واحدة ما بتكفي، بعدين المضاعفات وما المضاعفات وكله بعدها مش واضحة لحد هلا، كله تم على استعجال. وهذا الشيء اللي بيخوف مقلق مثل التقرير اللي تفضل فيه عندك. يعني كل الموضوع صار بسرعة وعلى عجل، فكان بده وقت أكثر لتوضيح أكثر لشرح للناس أكثر حقها، هذا شعار الحق في الصحة، الحق في المعلومات مثل ما حكى الزميل الآخر كمان، الحق في المعلومات أساسي هذا. نعم دكتور سكري، احنا يعني فقط نريد أن نعرف الآن يعني الفرق بين التقنيات المستخدمة في اللقاحات المختلفة، سواء كان اللقاح الصيني أو اللقاحات الأخرى فايزر بيونتك على سبيل المثال. نعم، لقاح فايزر بيونتك مثل ما قلت لك يعني في تحايل بأسلوبه. كيف تحايل؟ بيدخل الجسم، بيدخل حامل رسالة شيفرة على الRNA تبع جسمنا، مش الDNA، الRNA بيحرك بيطلع البروتين تبع جسمنا وبينقله بحطه على الأشواك، هاي الصورة تبعه كيف شكله يعني على الأشواك تبعه، بصير الجسم يقاتل هاي البروتينات، هو عم يقاتل بروتيناته لحتى يتمرن ويستنهض الإيمونولوجي تبعه، المناعة وما المناعة. نعم. وهيدي سيفزه حدين بزيت الوقت لأنها تتوقف على قدر المناعة الموجودة عند الشخص، على عمره، على شو عنده مناعته، عنده أمراض غير أمراض تاني ما حينفع معه أبدا، وكتير ناس عندها أمراض وميرها بأمراض وإلى آخره، وبتتوقف قد ايه بيخدم لأي مدى ومش لأي مدى وإلى آخره. الصيني
ستريت فورورد مباشر دغري قريب على الأسلوب القديم. هو التقنية القديمة. دغري يهاجم يعني نعم التقنية القديمة. نعم. أعود للدكتور إحسان عادل. دكتور إحسان عادل يعني دكتور سكرية ما زال مستمرا في خطه وهو أن هنالك مؤامرة من خلف هذا الفيروس ونشر وباء كورونا. يعني هل أصبح الدواء سلعة تباع وتشترى في مقابل حق الإنسان والمواطن في معرفة الدواء وما هو الداء ومن أين جاء؟ أين حق المواطن في ذلك؟ نعم، يعني هنا مسألة مهمة دعنا ننتبه إليها. كل حقوق الإنسان، كل القوانين حتى في الدنيا هي موجودة، وفي نفس الوقت عادة هناك سياق آخر مناهض لهذه القوانين أو يحاول استغلال هذه القوانين من أجل مصالح ذاتية أو مصالح تجارية أو ما إلى ذلك. ولهذه الأسباب أيضا وجدت قوانين العقوبات. فهذه المسألة بأن هناك استغلال للظرف الموجود وسعي مثلا للاستفادة المالية أو غيرها، هذا دائما موجود. لكن المسؤولية هنا، لذلك هناك مسؤولية على الدول. المسؤولية هنا على الدول. أوكي، هناك شركات تجارية معنية باستثمار، معنية إلى آخره. هناك أيضا دعنا يعني لا ننسى أن هناك أيضا مؤسسات بحث علمي معنية أيضا بالوصول فعليا إلى نتائج حقيقية. يعني هناك يجب أن يكون هناك توازن في نظرتنا ما بين الجهات والمؤسسات أو الشركات التي يمكن أن تكون معنية بالاستثمار التجاري والتجاري فقط، وما بين مؤسسات فعليا معنية بأن هناك مرض وهذا المرض أخذ يعني أو أحدث أزمة كبرى في العالم مؤدى إلى وفيات مهولة تقارب الآن 2 مليون وفاة في العالم. وبالتالي هناك حاجة حقيقية إلى أن يكون هناك علاج وتعامل مع هذا. ولكن دكتور إحسان يعني اعذرني، إذا كانت نظرية المؤامرة هي نظرية صحيحة، سيكون هنالك بالطبع اتفاق بين الشركات المصنعة للأدوية وبين مراكز الأبحاث. يعني هنا سيضيع المواطن، سيضيع الحق في معرفة الحقيقة. ما هو دور الدول هنا؟ نعم، يعني باعتقادي أولا من المستحيل أن نتصور بأن العالم كله يمكن أن يتآمر بشكل متكاتف ومتعاضد على شعوبه. يمكن أن نتفهم أن هناك دولة ما يمكن أن تقوم ب يعني أو يكون هناك رشا معينة أو إلى آخره، لكن الآن نحن نتحدث عن أن هناك أزمة عالمية والعالم كله يراقب ويتابع. هناك أيضا منظمة الصحة العالمية وهي كجهة محايدة، كجهة أمامية تتعامل مع هذا الموضوع، وهي من المعلوم أنها تتابع باستمرار مع كل جهة تعلن بأنها توصلت إلى لقاح، وبالتالي تحاول معرفة ما هو أساس هذا اللقاح وعلى ماذا اعتمد. هناك مسؤولية على الدول فيما يتعلق بالحق في الصحة الذي كنت تحدثت عنه، بأنها تقوم بعد ذلك في حال توفير اللقاح تقوم باستمرار بتوفير داتا تتعلق بمن هم الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، ما هي الأثار الجانبية التي تعرض لها هؤلاء الأشخاص. يمكن لنا أن نتصور أن هناك حالة أو حالات يتم إخفاءها مثلا في دولة ما، ولكن لا يمكن لنا أن نتصور بأن هذه حالة تصبح حالة عامة يتكاتف فيها العالم على. نعم دكتور إحسان، لو تسمح لي لنشاهد يعني عينة مما تحدثت عنه من مواطنين من مختلف الدول الذين تلقوا لقاحات أو في طريقهم لتلقي اللقاحات، ونبدأها من الكويت حيث قامت دولة الكويت بحملة تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمواطنيها وفق خطة تستهدف مختلف الشرائح في المجتمع. وتأتي حملة التلقيح هذه بين مؤيد ومعارض لمبدأ أخذ اللقاح. نتابع. تبدي الحملة الرسمية للمواطنين وكبار السن والصفوف الأمامية، وإن شاء الله الحملة مستمرة. لا طبعا، ترى الصين علماء اللي بالصين يمكن موجودين أفضل من علماء اللي موجودين بأمريكا ولندن. هي على التجربة اللي يتم تجربتها على الأشخاص. في خطر ولا في يعني خطر على الجينات وخطر على هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق. انا ما اقدر اقول فعاله ولا لا، بس هو يعتبر كتطعيم من يعني مثل الجدري والهذا. من اول يوم اللي بلشوا اللقاح يوم الخميس كان، انا على طول سجلت فما عندي اي مشكله. ما لازم ناخذ هذا اللقاح عشان ينطينا صحه وعافيه، مو كذي يعني كل شيء لا تاخذونه هذا مو مفيد. من الكويت الى مصر حيث تباينت اراء المصريين بشان لقاحات كورونا ومصادرها، وذهب بعضهم الى اللقاح الصيني او الروسي
بأنه أكثر فعالية وموثوقية من غيرهم، فيما يصر آخرون أن أي لقاح يتم تصنيعه في الدول الغربية فهو جدير بالثقة ويجب أخذه. نتابع هذه الآراء. الاهتمام والتوعية والالتزام بالتعليمات دي جائحة، ولازم يعني إحنا ناخدها عشان نقلل بها الحالات المعدية. فلو كل الناس أخذت اللقاحات دي أعتقد إن هيكون مصير هذا الفيروس الزوالي. أنا بفضل اللقاح اللي بتنتجه أمريكا وبريطانيا طبعا في حال إنه كان فعال. يعني لو اللقاحين فعالين من روسيا والصين وفعال برضو من ناحية الغرب اللي هم أمريكا وبريطانيا، هختار أمريكا وبريطانيا طبعا. في بريطانيا تباينت آراء البريطانيين بين مؤيد لتلقي لقاح كورونا ورافض لعملية التطعيم من أصلها التي اعتمدتها البلاد. نتابع. خبر توزيع اللقاح سيكون جيدا للبلاد وسيجعل بلادنا تعود لوضعها الطبيعي. بالطبع سوف أقوم بتلقي اللقاح. سأخذ أي لقاح من أي دولة، ولم أسأل من قبل من أين يأتي هذا اللقاح أو ذاك. نحن نأخذ اللقاح لأنه جيد ولأنه مبني على معطيات علمية. إنه العلم فقط، لا مكان للسياسة هنا. أنا ضد اللقاحات بكل أنواعها وأفضل الأكل الصحي والحياة الصحية، لكن هذا الفيروس قوي جدا، لذلك أنا متردد، فلنرى ماذا سيحدث. نعود إليك دكتور سكرية. يعني استمعنا للعديد من آراء المواطنين في دول مختلفة، اختلاف اللقاحات من دول وشركات مختلفة. إذا تحدثنا تحديدا على اللقاح الصيني التي اعتمدته العديد من الدول العربية، هنالك شكوك متجذرة في الشعوب العربية بأن اللقاحات الصينية أو عموما الأدوية الصينية ليست جديرة بالثقة. لماذا هذا الإحساس من قبل الشعوب العربية، وهل من الممكن أن يجد الثقة؟ هو المشكلة مع الصين فعلا أنه أدويتها التي تتحرك خارج الصين، يعني هي الأدوية كونها الأرخص كثير عم يطلع فيها يعني تشوهات بتكوينها وبيعني قدراتها العلمية، وفي ضعف الحياة بتركيبها. وأنا شخصيا بتجربتي بلبنان العمر 24 سنة مرق كثير إشكالات بأدوية صينية هون بلبنان للأسف. هذا لا يعني أن الصين الدولة العظمى ما بتعرف كيف تصنع. بتصنع أدوية مهمة بتصيد، وبتصنع لقاحات كتير مهمة أكيد. هلأ اللقاح الصيني اللي صنعوه بالضبط يعني شو تركيبه وكيف، أنا كيف بدي أعرف؟ ليش فايزر؟ أنا كيف فيني أعرف بالضبط شو هذا اللي صنع بسرعة؟ أنا اسمح لي مرة شغلي وحدي ذكرتها حضرتك أو بالتقرير أو شيء، قصة أنه البحث العلمي بشكل عام أصبح خاضع لسيطرة قوى رأس المال. نعم. وموجه من رأس المال، وهذا الحكي من بداية الثمانينات من أيام الرئيس ريغان. في كتاب للدكتورة مارسيا أنجل اللي هي 20 سنة مديرة أهم مجلة طبية نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن، عندي إياه وقاري كله، بتفصل وبتشرح كيف صار البحث العلمي تحت سيطرة قوى رأس المال. نعم دكتور سكرية. يعني مثلا بيجيك دواء قبل 20 سنة ما يخلص براء، قبل ما تخلص براءة اختراعته بيقولون هيدا لمراكز الأبحاث والجامعات هيدا تمويل، عملوا لنا تدوير زوايا فقط وكذا. نعم وضحت هذه النقطة. دعنا ننقل أيضا يعني هذه النقطة للدكتور عادل. دكتور يعني الآن هذا التباين من قبل الشعوب العربية أو حتى الشعوب العالمية في مسألة اللقاح، يعني نتحدث عن بلداننا العربية الآن، ما الذي تحتاجه الأنظمة الصحية في بلداننا لتكون محل ثقة من مواطنيها ولا يكون هذا الاختلاف الذي شاهدناه قبل قليل؟ يعني بالتأكيد هذا يحتاج طبعا إلى أن يكون هناك فعليا هناك ديمقراطية حقيقية موجودة في داخل البلد، لأن وجود الديمقراطية يؤدي إلى ثقة بين الشعب وبين الحكومات، لأنهم يعرفون بأنهم يعني متى ما وجدت الديمقراطية وجدت الشفافية وجدت المحاسبة والمسؤولية. وهناك مسألة مهمة هنا أحب أن أنوه لها، وهي أن الأمر فيما يتعلق بهذا اللقاح والتعامل معه ليس يعني ليس مسألة عبثية أو ليس مسألة يمكن أن تبعدنا عن أن نتذكر بأن إذا كان هناك لقاح وهذا اللقاح كان فعليا فيه أضرار
حقيقية على البشر وأدى إلى آثار سلبية، هذا يمثل جريمة في القانون. حتى لو كان الذي قام بهذا الأمر مسؤول، هذا لا يجعل من هذا الأمر ليس جريمة. هذا الأمر يمكن أن يجعل هناك نوع من الثقة أيضا التي ينبغي أن تكون حاضرة، حتى يمكن أن يمثل ذلك جريمة دولية. مثلا الجريمة ضد الإنسانية هي جزء من هذه من يعني ما يتعلق بالجريمة ضد الإنسانية، والتي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية يتعلق بأن يكون هناك تجارب دوائية أو يعني استخدام للقاحات أو لسموم ما تؤدي مثلا إلى إبادة. إذا كان هذا بالفعل كانت نتيجة من نتائج هذا اللقاح، فنحن نتحدث عن جريمة ضد الإنسانية. نعم. أشكرك دكتور. ليس بتلك البساطة، كما قلت العالم يراقب وهناك مسؤولية دولية فيما يتعلق نعم. بهذا الأمر. أشكرك دكتور إحسان عادل من ستوكهولم، نائب رئيس منظمة فيستو الدولية للحقوق والتنمية، وشكر موصول أيضا لضيفنا من بيروت رئيس هيئة الصحة حق وكرامة الدكتور إسماعيل سكرية. الجدل ما زال مستمرا في حق الشعب في معرفة لقاحات كورونا ومسألة كورونا. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سلسلة حلقات من حقي. إلى اللقاء.